مآل الطائعين ومآل العصاة. فقال المؤلف: فمن أطاعه دخل الجنة، كلام بسيط واضح، ومن عصاه دخل النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا أمر واضح وبين. فأنت يجب عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى بما أمر به وبما جاء به النبي وبلغه عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع الله وأطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. أيضا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمة محمد يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الأمر هو من القواعد المهمة التي يجب أيضا أن يؤصل عليها الجميع.